استعنت بصديق بس. بالله عليك ما هو افضل الواحد الحلقه يطلع من غيره على قولتك. طيب يا صابرين الله يعينك، شوفي والدك لانه والدك في زواج ثاني راح يجي برضه راح يكون للاسف يعني نفس الموقف، ما في فايده، ما في الا مصعب شو اسمه يروح يتفاهم معه. يلا حاضر. برنسيسة فوفو، رأيت من النافذة مرأة ومعها بنت صغيرة لا أعرفها من فوق، كل منهما صقر يحومان على جانبهما وفوقهما ويسيران معهما وهما لا يعرفان. آنسة لا أعمل. كيف كيف؟ رأيت من النافذة مرأة ومعها بنت صغيرة لا أعرفهما من فوقهما في صقر فوق يا أخي اقرأ شوي شوي يعني. أنا قاعد جنبك مش سامع، أنتوا سامعينه يا جماعة؟ فحدا فاهم شو بقول هذا؟ لحظة لأنه الإملاء أصلاً متخلك من الإملاء، أنت خلي صوتك واضح لإلي أنا عشان أفهم. عيد اشرب الشاي. رأيت من النافذة مرأة ومعها بنت صغيرة لا أعرفها ومن فوق كل منهما صقر يحومان على جانبهما وفوقهما ويسيران معهما وهما لا يعرفان. آنسة لا أعمل. يعني شوف الصقر إذا ما هجم فهو حماية من عند الله سبحانه وتعالى، وربنا استخدم الطيور الأبابيل أيضا في رجم شو اسمه أصحاب الفيل، فالطيور حماية قد تكون وقد تكون حفظ من الرحمن. المرأة لا تعرفيها هي حياتك، فيبدو أن هناك من يحاول تحطيم حياتك تسبب الحزن لك، ولكن أنت ربنا جعل لك حماية خاصة من عنده، فاستبشري برحمة الرحمن واستمري في حياتك بما تقومين فيه من دعاء من قراءة آيات من صلاة. أنا والله لما أقرأ حلم مثل هذا وأسمع تبى الدمعة تطلع من عيني، أشوف رحمة ربنا، أشوف إيش كثر الناس تكرهك وكثر الناس تبى تضرك وكثر الناس حاقدة على نفسها وعلى بعضها، وكيف ربنا رغم هذا كله يبعث لك شخص يحميك. أفرح لكم والله، والله أفرح لكم.